ضمن الجهود المبذولة لحماية السلامة العامة وتعزيز لمنهجية الشراكة المجتمعية الفاعلة، باشرت الإدارة العامة للدفاع المدني أكثر من 67 بلاغا خلال الفترة من 16 إلى فجر 18 من فبراير الجاري، تتعلق بتداعيات الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها البلاد، فيما تنوعت هذه البلاغات ما بين سحب مياه الأمطار من الشوارع والمنازل وكذلك سحب سيارات غمرتها مياه الأمطار، فضلا عن السيطرة على حرائق اندلعت في محولات الكهرباء ناجمة عن الأمطار. كما قام الدفاع المدني مستعينا بالعديد من الآليات والمعدات المتطورة في مجال الإنقاذ بالتعامل مع أكثر من حالة سقوط أشجار وأعمدة كهربية بسبب الأمطار والرياح الشديدة بفعل التقلبات الجوية الحادة التي سادت أنحاء البلاد خلال الأيام الماضية. يأتي ذلك في الوقت الذي أهاب فيه الدفاع المدني في وقت سابق بالجمهور الكريم أخذ الحيطة والتقيد بالإرشادات الوقائية للتعامل مع موجة الأمطار الغزيرة، منوها إلى أن غرفة العمليات تتلقى البلاغات على مدار الساعة، ومستعرضا جملة من النصائح والإرشادات التوعوية التي تحقق مزيدا من الحماية والسلامة العامة للمواطنين والمقيمين، ومن بينها عدم التعامل مع الأدوات والأجهزة الكهربائية المبللة حتى التأكد من سلامتها وجفافها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه عند قيادة السيارة وتجنب السير في أماكن ليس معلوم عمق الماء فيه، وكذا القيادة في أماكن ليس بها إضاءة كافية. وللحديث أكثر عن دور الإدارة العامة للدفاع المدني خلال الأيام القليلة الماضية ينضم إلينا عبر الهاتف العميد عبد العزيز العامر، مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني. مساء الخير العميد عبد العزيز. مساء الله بالخير والسرور، الله يحفظك. يا هلا فيك. يعني بداية، لو نتحدث عن الإجراءات المتبعة بشأن البلاغات التي تلقاها الدفاع المدني للتعامل مع تداعيات الأمطار الغزيرة، كيف تعاملتم مع هذه البلاغات؟ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى صحبه الطاهرين. جعل الله أمطار خير وبركة إن شاء الله. في الواقع الإدارة الدفاع المدني أعدت خطط مسبقة للتعامل مع جميع بلاغات الأمطار، وعملت دراسة للخطة الموسمية الخاصة بمواجهة أخطار السيول والأمطار المتوقع أن تشهدها المنطقة خلال فصل الشتاء في العام الحالي. ومن تجهيزات الإدارة العامة للدفاع المدني تجهيز جميع معدات سحب المياه، المضخات الكبيرة والصغيرة، واستخدامها في التعامل مع بلاغات تجمع المياه ومساعدة المواطنين والمقيمين وحماية ممتلكاتهم وأرواحهم، وأيضا تجهيز غرفة العمليات بالإدارة لاستقبال جميع بلاغات المواطنين والمقيمين والتعامل مع هذه البلاغات بسرعة وفعالية. أما بالنسبة عن البلاغات، قامت الإدارة العامة للدفاع المدني بتلقي والتعامل ما يقارب 200 بلاغ خلال فترة الأمطار، منها بلاغات سحب مياه من منازل ومنشآت والكهرباء، ومساعدة لسحب السيارات من مواقع غير آمنة، وتم سحب كميات كبيرة من المياه من نفق بوري وأيضا منطقة وادي السيل، والتعامل أيضا مع حوادث مع بعض حوادث السيارات. نعم، هذا جواب على سؤالك الأول. نعم. طيب العميد عبد العزيز، يعني من الواضح لا شك أن هذه الحالة الطارئة التي حدثت تحتاج إلى منظومة من الدفاع المدني بشقيها التوعوي والتنفيذي أو الميداني. يعني لو تحدثنا عن رؤية الدفاع المدني في هذا المجال والتنسيق بين هذه الجهات الثلاث. يا أخوي العزيز، لا يخفى عليك أن هناك استراتيجية توعوية دائمة. نعم. ليس فقط في موسم، بل على مدى العام. ويقوم مكتب العلاقات العامة والتوعية بعمل حملات توعوية وطباعة المطويات والكتيبات الخاصة للحملات، وذلك من أجل توعية أكبر عدد من المواطنين والمقيمين. وكذلك عندنا اللجنة الوطنية للكوارث اللي رأسها سيدي سعد الرئيس الأمن العام، دائما تقوم بعمل اجتماعات دورية على مدى العام بالتعاون مع عدد من وزارات الدولة، ويتم مناقشة كل ما يستجد من مخاطر أو كوارث، ويتم الاستعداد لها وتحذير المواطنين والمقيمين. نعم. كما يتم التنسيق بالذات مع وزارة الأشغال بتوفير عدد صهاريج
كبيرة موزعة على جميع محافظات البحرين، ولا تزال هذه الصارج والمضخات ومضخات الدفاع المدني موجودة في المواقع حتى هذه اللحظة. الله يحفظك. نعم، العميد عبد العزيز العامر، مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني، شكرا جزيلا لك.